سلام المسيح. مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. النهاردة حلقتنا مسجلة، ولكن كما عودناكم احنا دايما موجودين لتلقي اتصالاتكم وإيميلاتكم، والكونسلرز هيكونوا دايما موجودين للمتابعة معكم. الكتاب المقدس بيعلمنا ان الله هو حافظنا وملجأنا، وانه الله محبة اللي بيحمي أبنائه، وهكذا نراه وهكذا نختبره في حياتنا العملية مع الله. الله الآب بيحيطك دايما بكل ما يقودك إلى النجاح. مزمور 91 بيقول كده إنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك. ويعني رجال الرب والمؤمنين بيقولوا انه احنا نتعلق بالرب، فالرب بيقول انه لانه تعلق بي انجيه. في يسوع المسيح النجاه بالقرب من الرب امان وفرح وسلام، ونحن دائما في حمايته. النهارده حلقتنا هيكون عنوانها جن ام شيطان. عايز اقول ان احنا واحنا بنتكلم في الجن والشياطين والكلام ده كله، لازم نبقى عارفين ان الرب لينا ملجأ من كل شر وحصن وكفاية في كل وقت. علمنا ان حربنا ليست مع لحم ودم، يعني مش بشر، ولكن سلاطين وارواح الشر اللي بتواجهنا واحنا نسير في الحياة مع الله. ولكن احنا لا نواجه ده وحدنا، بل نواجه ده بالروح القدس، بقوة الله اللي احنا بيه أعظم من منتصرين. افتكروا عنوان حلقة النهاردة هو جن أم شيطان. في برنامج اشتهر في الشهور الأخيرة للشيخ علي جمعة اسمه نور الدين. البرنامج ده كان بيتذاع في رمضان الماضي وأثار ضجة في مواضيع كثيرة جدا. الحقيقة انه أسلوب البرنامج انه الشيخ علي بيجمع مجموعات مختلفة من الناس وبيطرح مواضيع هامة في حياة المسلمين، مثلا زي الاختلاط بين النساء والرجال، الشباب، أسئلة الشباب، بيتكلم عن الحجاب، أسئلة عن الصلاة، وغيرها من المواضيع الهامة في حياة المسلمين اليومية. ومنها أيضا موضوع هو بيقول ان هو حديث كل بيت مسلم. الحقيقة انه ده حقيقي، لاننا احنا تربينا عليه كمسلمين سابقين منذ الصغر. سمعنا اهلنا بيكلمونا عنه واحنا مش فاهمين بصراحة ايه اللي بيحصل، وعلمونا نخاف منه، الارواح والاشباح والقارين والكلام ده كله. قبل حتى ما نتعلم الكلام كنا بنبقى عارفين انه يعني في حاجة بتحصل لو عييت يجوا يرقوك وحاجات زي كده. علشان كده انا يعني مش مستغربة ان الشيخ علي جمعة اختار لهذه الحلقة اطفال علشان يكلمهم عن ما يشغل الناس، ويعني خاصة ان الحلقه دي موجوده في رمضان. ويقول لك الشياطين بتتسلسل، ما بتتسلسلش، لكن معظم كلام الناس في رمضان عن الشياطين والارواح والاشباح والكلام ده كله، من ضمن الاسئله الهامه اللي الناس بتسالها. خليني اوريكم جزء بسيط، ويعني الشيخ علي جمعه، وعايزاكم تشوفوا يعني اكتر من الكلام اللي هيقوله دلوقتي، انا عايزاكم تنظروا إلى الأطفال اللي موجودين، لأنه ده كان كلنا وما زال إلى الآن هؤلاء من يتأثروا بفكرة الجن والشياطين والسحر والقرين والكلام ده كله، اللي يعني مرعبة لأطفال في سنهم. فخلينا نشوف الفيديو اللي جاي. مما يشغل الأذهان قضية الأمور التي تتعلق بالغيب وتتعلق بالأذية وتتعلق بالحسد، تتعلق بالأعمال وبالسحر.
هو بيتكلم عن الأمور اللي بتتعلق بالغيب، بالغيب والأذية والحسد والأعمال والسحر والجن والقرين، كل دي بقى مسميات لشيء واحد هو إبليس، إبليس وأعوانه. هو هنا بيتكلم عن قوى الشر، وده موجود فعلا، لازم نعترف أنه ده موجود فعلا، للشر قوة والشياطين ليهم قوة في الكتاب المقدس، لكن إحنا لا نخافها لأن فينا قوة الله، فننشغل بقوة الله ووعوده وعمله في حياتنا، ولا نترك مكان للشر في أنفسنا، ولا نخالط مثل هذه الأمور. الكتاب المقدس بيحذرنا على طول الخط إن إحنا لا نخالط هذه الأمور، وإنه العرافة ده شيء بعيد عن الفكر الإلهي بالكامل، ويجب إنه يكون بعيد عن حياتنا، ونجد إنه له عواقب كبيرة ووخيمة في الكتاب المقدس. إحنا بنواجه الشر بقوة وسلطان الله، ويعني منتش بقى دلوقتي مش محتاج حد يرقيك ولا حد يرقيني ولا أقرأ تعويذتين ولا قل والله أحد والحاجات ده، الحاجات دي كلها. الحقيقة أن النقطة اللي عايزاكوا تشوفوها من النظر إلى وجوه هذه هؤلاء الأطفال، وإلى أنه إن أنت بتضع أمامهم قضية كبيرة، الغيب، السحر، الشياطين، الجن، الفرق بين ده وده ايه، وعندك قرين، يعني هتسمعوا الأطفال بيسألوا أسئلة الحقيقة يعني توريك اوريدي هم اتعلموا ايه ووقع ده عليهم ايه. الإسلام يترك المسلم يواجه هذا الشر وحده. والقضية الأكبر انه لما تعرف من هو وما هو مصدر هذا الشر ومن وضعوا عليهم، ده يدهشك جدا، انه اله الاسلام هو اللي وضع هؤلاء الرقباء وهؤلاء الشياطين علشان يكونوا في حياة الانسان للتجربة. مش ده ابدا فكر الله القدوس. من القليل جدا انك تجد انسان مسيحي روحه حي بالله. هعيدها تاني، الانسان المسيحي، ليس المسيحي الاسمي، المسيحي اللي حي في حياته مع الله، اللي روح الله عامله فيه، اللي على علاقه متصله بالله، بيدرس ويفهم الكتاب المقدس ويفكر في ويكون بيفكر في حاجه زي الاعمال والحسد والسحر والكلام ده كله، لانه عارف المعنى الحقيقي للحياه مع الله والنصرة في الله والقوة بالله وقدرات المؤمن المعطاة من الروح القدس. ولكني في نفس الوقت قبل ما أدخل بقى في لب كثير من التفاصيل، أحب أقول لكل مسيحي، أنا يعني تقابلت مع مسيحيين كتير يلبسوا الخرز الزرقاء، ويعني أنا لابسة صليب أزرق مش عشان الأزرق بيغذي العين ولا يمنع الشياطين، لا، أنا لابسة صليب تركويز، ده لكن الناس بقى اللي تلبس العين الزرقاء عشان تشيل الحسد والكلام ده، حتى في ناس بيلبسوا الخمسة وخميسة والكلام ده مسيحيين. بقول لك انه ده لا يليق بأولاد الله. كل مسيحي مصدق ان في حسد وطاقة وذبذبات والكلام الفاضي ده كله، بقول لك انت محتاج تعرف رأي الكتاب المقدس الحقيقي في السلطان المعطى لأبناء الله. الرب قال لك ان هو اعطاك سلطان انك تدوس الحياة والعقارب وتقف ضد اي شيء شرير بروح الله اللي فيك. انت متأثر بالثقافة الإسلامية، صلح فكرك ولغتك وشوف ايه اللي بيشغل حياتك بعيدا عن الفهم الإلهي. لما بنقول في اسم يسوع، احنا لا نستخدم اسم يسوع نحن نستخدمه بقوة سلطان اسم يسوع كسلطان معطى لينا، ولكن مش تميمة تمنع عنك الحسد باسم الصليب وباسم يسوع، مش تميمة هتحفظ ولادك، ولكن انت تعلم ان الله الحافظ اللي قالك انا احفظ ابنائك واحفادك لألف جيل لانك انت امين معايا، ده وعده. فانت بتتحرك حسب الوعد مش حسب تهديدات الشيطان، لانه لا سلطان لقوى الشر علينا ونحن في المسيح بالفكر وبالقلب وبالحياة.
أنت بتشغل ذهنك بيه. أوكي؟ خلينا نشوف الشيخ بيعرف ما هو مصدر كل هذه الأمور، وهنا بقى تبتدي اللخبطة بصراحة يعني. خلينا نشوف. هناك جنس معين من المخلوقات التي تنتمي إليه الشياطين، وهو ما يسمى بالجن. الشيطان كان من وسط الجن، لكن الجن ليسوا جميعا أشرار، لكن الله سبحانه وتعالى كلف الجن بعبادته مثل ما كلف الملائكة بعبادته، ومثل ما كلف بني آدم بعبادته. الجن عندهم اختيار، يبقى ليس شأنهم شأن الملائكة. الملائكة لا اختيار لهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكأنه شيء ومخلوق لا يعرف سوى الطاعة. هذا شأن الإنسان وشأن الجن أيضا. طيب، اللي بيقوله الشيخ هنا ده اخترع لنا بقى ايه جنس جديد، مع انه يرجع يقولك هم برضو من جنس الشيطان، بس بقى ايه، في واحد مؤمن وفي واحد مش مؤمن، وواحد عنده طاعة وعنده اختيار، والملائكة ما عندهمش طاعة. يعني انا عايز اسأل سؤال، هو الشيطان من المفترض بقى شيطان ليه؟ يعني من المفترض ان الشيطان مش عايز يطيع الله، هو مش هيطيع الله، ودول الجن من جنس الشيطان، هم مش معمولين عشان يطيعوا الله، فيقول لك ان الله خلقهم علشان يعبدوه زي الانس والبني ادم كمان. اصلا الفكره غلط، لان الله ما خلقكش عشان تعبده، هو الله خلقك علشان تكون ابنه، عشان يبقى عنده علاقه شخصيه معاك، علشان انت مهم عنده، بالرغم من يعني من اننا لا نستحق ده، لكن الله خلقنا لانه بيحبنا. وبعدين يقول لك ان الجن عندهم اختيار، لكن الملائكه ما عندهمش اختيار. الملائكه ما يعرفوش غير الطاعه، وده شان الانسان وده شان الجن، وكلام بقى ايه، كلام كله بلا دليل، في جن مسلم وجن كافر. مع ان يعني صوره الملائكه في القران مرعبه بصراحه، يعني الملاك في الاسلام، في القصص المروية عن الملائكة تلاقي ان الملاك بيخوف اكتر من الشيطان. لما محمد قال انه لما جاله الوحي خنقه وما عادش فيه يتنفس، اقرأ، يقول له ما انا بقارئ، يعني الراجل راح صوته وقلمس راح نفسه. ولما كان الجن الملاك يقول لك انا شفت الملاك واقف بين السماء والارض، فيترعب فيروح بقى ويجري على مراته او يتوه في الصحراء ويتبعت تدور عليه. ارجعوا الى حلقات عائشة هتلاقوا كل الكلام ده بالتفصيل والمراجع وكل حاجة. فالملاك اللي كان بيظهر لمحمد اللي بيقول عليه ملاك بالمفهوم الاسلامي كان مرعب، وحتى الوحي لما ينزل عليه فيصاب بحالة من الصرع. فهل ده كان ملاك ام شيطان؟ خلينا نصلح الفكرة من كلام الله الحقيقي في الكتاب المقدس، وايضا المنطق يا جماعة. كل شيء في الكتاب المقدس يقاس على حسب شخص الله وقداسته. عيدها تاني، كل شيء في الكتاب المقدس لازم يقاس على حسب شخص الله وقداسته. الشيطان في الكتاب المقدس حسب مقاصد الله ليس إلا شيطان، إلا ملاك ساقط. الكتاب المقدس بيعلمنا كده، إنه خلق من ضمن الملائكة، وإنه كان جميل الشكل جدا، وانه كان رائع جدا وكل ده، فاتغر في نفسه وتكبر واراد انه يحل محل الله. الله خلق الملائكه قبل الارض والانسان. عرفت انا الكلام ده منين؟ السياق في الكتاب المقدس بيقول كده، وفي سفر التكوين واماكن اخرى هتلاقي انه السياق بيوحي بده. اوكي؟ وإنه الملائكة خلقوا لهم إرادة في الطاعة أو عدمها. علشان كده لازم تعرف إنه أن يسلب الله الإرادة من خالقته ده لا يتناسق مع شخص الله.
لأن الله يعطي كل الاختيار، لأنه بيعطي كل الفرص، ولأنه يريد أن لا نجبر على طاعته ولا عبادته أو محبته، لأن الحب اللي بينك وبين الله لا يمكن أنه يكون شيء تجبر عليه، وإلا ما يبقاش حب، ده يبقى استعباد. لذلك يقول عنكم إله الإسلام أنكم عباد، عبيد، مش عباد من العبادة، ولكن عبيد من العبودية، لأنك ليس لك إرادة في حياتك خالص. أنت بتفكر أنك بتطيع أو ما بتطيعش، لكن الواقع أن إله الإسلام بيقول لك أنه هو اللي بيقدر عليك الغلط وهو اللي بيقدر عليك الصح. يعني بصوا، فاكرين إعلانات ألوان اللخبطة بتلخبط لخبطة؟ هو كده اللي احنا بنسمعه ده، حوريني يا كيكة، تجيلي من هنا جيلك هنا، يعني سامحوني يعني. فلا تنسب إلى الله أنه يسلبك الإرادة ليجربك ليستعبدك، لأنه مش دي أبدا مقاصد الله في خليقة الإنسان وخلقته عموما. الكلام ده مش ممكن يتوافق مع شخص الله. ما فيش حاجة اسمها جنس تالت وهو الجن، دي خرافة محمدية، يا إما ملاك يا إما شيطان. ملاك سقط، قصة السجود لآدم دي قصة أيضا لا تليق بالله، لأن الله لا يمكن أن يطلب من خلقته أن تسجد لأي حد غيره. وحتى أنا لم أرى أن الله أجبرنا على السجود، ولكن تعامل مع القلب فخشع القلب، فتعاملنا كبشر بأننا نتضع أمامه. يعني مش حاجة بتقول أنه أجبرنا على السجود، لو عندك حاجة بقى صلح لي يعني. أوكي؟ قصة إن الله يطلب من ملاك أن يسجد لخالقته دي يعني لا تليق بشخص الله أبدا. وقع إن الكتاب المقدس بيقول إن الشيطان كان بيتحدى الله وكان يريد أن يكون مثل الله، وبده نفس الحكاية أغرى بيها الإنسان. يقول لك قال لحواء أنتوا هو مش عايزكوا تعرفوا كل حاجة ولا تبقوا زيه. وإنه الشيطان أيضا من الحاجات اللي لازم تعرفوها إنه لم يسقط لأنه تعامل إنه أغرى مثلا حواء، وإنه لم يسقط. يسقط مش وقع من فوق، مش شيء طن زي ما بيقولوا، لا، يسقط إنه يقع في الخطية، ينزلق في الخطية، يسقط من المكانة اللي كان فيها. فكان ساقط قبل خلق الإنسان، فخرج من محضر الله. اللخبطة الكبيرة اللي انتوا سامعينها بقى من ده كان فين واسجد ولا ما تسجدش والكلام ده كله، دي لخبطة كبيرة، لكن الإنسان له عقل، وأنا بالدليل هوريكم إن الإنسان اللي له عقل يفكر من سن وعمر هذا الطفل اللي انتوا هتسمعوه وهو بيتكلم بيسأل السؤال، والسؤال شكله إيه؟ اسمع معي. إيه الفرق ما بين الجن والشيطان؟ الشيطان بعض من الجن، يعني الناس اللي في الجن اللي بيعصي ربنا، فيبقى ده الشيطان. بيقول له ايه الفرق ما بين الجن والشيطان، فيقول له ان الشيطان هو اللي بيعصي ربنا. الباقي ايه بقى؟ الباقي ايه؟ جن مسلم، جن كافر، جن طيب، جن بيشتغل ايه بالظبط؟ برضو كلام غير متسق مع بعضه. إذا كانت نفس الطبيعة، يعني مثلا يقول لك إنه الشيطان هو من الجن وإنه مخلوق من النار، طب الجن دول برضو مخلوقين من النار، إيه الفرق؟ وأعرف منين؟ والمسلم المتتبع بجن أو قرين، ما هو يعني إيه، هو راح مسميه حاجة تانية، قال لك قرين، طب ما القرين هو جن برضو، يبقى هو شيطان برضو. كلام غير متسق أبدا وغير متواصل، وما تقدرش يعني تميزه. أنا عايز أشرح لكم يعني إيه كلمة شيطان في الكتاب المقدس. الشيطان في اللغة العبرية، اللغة الأصلية اللي بنفسر فيها كل حاجة من الكتاب المقدس، كلمة شيطان تعني خصم، مقاوم، عدو. أوكي؟
في أماكن كثيرة من الكتاب المقدس. سمي أسماء كثيرة جدا، بس أنا مش عايزك تسمع اسم، أنا عايزك تسمع معنى ووظيفة لهذا الـ الكائن اللي بقى مقاوم لينا، مقاوم لله، عدو لله، عدو لأبناء الله. له أسماء عديدة تانية يعني كلها تفهمك هو مين. إبليس تعني من ينصب الشرك أو المفتري. الكتاب بيقول إنه الشيطان بيفتري علينا، زي ما افترى على أيوب، زي ما اشتكى على أيوب مثلا. فده شغلة الشيطان، فمش ممكن الشيطان يبقى فجأة كده مثلا يسلم. هو بصراحة هو أسلم عشان هو المقرر لكل ده، معلش سامحوني يعني. ولكن هل ممكن الشيطان يتوب؟ لا بصراحة يعني ما ينفعش، مش هيحصل. أوكي؟ فإبليس تعني من ينصب الشرك، الشراك يعني المفتري على الناس. يقول عنه الكتاب إنه أسد زائر يلتمس من يهلكه، وأيضا يسمى بالحية القديمة، عدو الخير، الكذاب وأبو كل كذاب، وهو ملاك ساقط كما قلنا. سقط وسقط معه آخرون من الملائكة، ومهمتهم تعطيل عمل الله فينا وبينا. ليه؟ لأن الإنسان غالي عند ربنا، وعداوة الشيطان لينا لأن الله قال إن نسل المرأة اللي هو المسيح يسحق رأس الحية، بشارة بالمسيح اللي بيه ومن خلاله يهزم الشيطان ويلقى في الهاوية. المسيح انتصر على الصليب ليعطينا نصرة في الحياة اليومية الأبدية، الحياة اليومية والأبدية. لذلك لما نواجه الشيطان علمنا الكتاب المقدس إننا نبص للرب على طول نقول لينتهرك الرب يا شيطان بسلطان الرب يسوع، العمل اللي عمله الرب يسوع. فافهم ان الشيطان له وظيفة، بس الوظيفة دي هو اللي اختارها مش ربنا اللي ادهاله. ولكن هنا بنلاقي انه ده معطى، الشياطين دي كلها مستخدمة من إله الإسلام. كل الملائكة اللي سقطوا مع الشيطان دي كلها أرواح شريرة قررت انها تسلك في الشر. إذن إيه هي بقى الأمور الغيبية اللي بيتكلم عنها الشيخ؟ الحقيقة إن التراث الإسلامي مليء بالخرافات دي، لكن عندما تلتصق هذه القصص بمحمد أو بالقرآن فتصبح مثلا لو القصة بتاعت عن محمد هتصبح حقيقة في حياة المسلمين، لو هي آية قرآنية تصبح حقيقة في حياة المسلمين يعيشوها. الرسول سحر، طب وانا هيجري لي ايه بقى؟ لا انا في اسم يسوع لا اسحر، لان حامية اله الكون محدش يقدر يلمسني. الارواح الشريرة ممكن تضايقني، ولكن انا بالتمييز الروحي انتهرها واخرجها خارجا في اسم يسوع المسيح. دي قوة الحياة مع الله الحقيقي. لكن الذي لا يعيش مع الله الحقيقي، اللي عارفين اللي يشتغل مع عصابة يتأذي منها مهما كان، يجي اليوم اللي يتأذي منها. فعندما تعمل مع الشرير تسحر. محمد تعامل مع الشياطين، أتعبوه وأذوه ولزموه، فاتعود، لزموه يعني مشوا معاه، اتعود عليهم وتعود على وجودهم، وكانت قصصهم مقبولة جدا في الوقت ده. بس لحد النهاردة تقص هذه القصص، وإحنا كمسلمين بنتبنها بقى ونعيشها. كنا مش كده؟ إن محمد علم إن لكل إنسان شيطان أو قرين، والقرآن يذكر القرين في سورة قاف، ويقول إنه بيقول كده إنه في يوم القيامة بقى تحصل، هيحصل حديث بقى بين هذا الإله اللي واقف بيحاسب الناس ويتخانقوا قدامه، يقول له لا انا ما عملتش، ده هو اللي عمل، وحاجات زي كده. فيجي بقى عندك انت مش عندك القرين بس، ده انت عندك واحد الملائكه اللي قاعدين بقى يحسبوا ويكتبوا. غالبا لا ده كويس ولا ده كويس، الاثنين ما فيش بتاع اليمين وبتاع الشمال، كلهم شياطين. يقول لك دي ملائكه، لكن عملهم في الاخر حترى ان هم
يعني ليس هم إلا شياطين. يقول لك إيه؟ يقول قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. مش أنا رب، مش أنا اللي عملت كده. يتكلموا مع هذا الإله وكأنه يعني كأن ده حديث يمكن أن يحدث أمام قداسة الله. من الغباء أنك تعتقد أنه في إنسان بخطاياه ومشاكله هيقف أمام الله ويقول له ما أنت السبب. لن تستطيع النطق إن لم يكن المسيح هو غطائك وحمايتك. كلام يعني كلام لا يليق بشخص الله. مش أنت اللي بعت القرين؟ يقول لك لا 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 أنا ما عملتش حاجة، ده هو اللي عمل. أوكي؟ والتاني طبعا يدافع عن نفسه وبقى يقول لهم لا أنتوا أنا اللي هحكم بقى. لا مش كده يعني، مش كده؟ فيتلخبط المسلمين لأن عندهم أنواع كتيرة من أرواح الشر اللي بتحيط بيهم في من كل اتجاه. اسمع البنت الصغيرة دي وهي بتسأل الشيخ السؤال، تفضلوا. هو القرين نوع من أنواع الجن السفلي ولا الجن العلوي؟ هو موجود عشان يساعدنا ولا يأذينا؟ القرين أساسا موجود علشان يعرض علي الخطأ، ولذلك قالوا حتى أنت يا رسول الله لك قرين؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. حتى أنت يا برو، أنا كنت هقولها صدقوني، حتى أنت يا بروتس، حتى أنت يا رسول الله. حتى أنا طبعا. ليه؟ لأنه ده الواقع بصراحة، يعني هي الحقيقة أنه كان يتعامل مع الشياطين بصورة مباشرة. لكن عايز أنتبه لحاجة في كلام البنت. المصدر أنه قال طبعا، ما هو الرسول نفسه كان عايش مع الشيطان. أوكي؟ إن الله أعانه عليه فأسلم. طب وبقية المسلمين؟ طب أنت عندك مدخل مباشر للشياطين. أوكي؟ بقية المسلمين يعملوا إيه؟ أنا عايز أسأل بس، هل أنت شفت مثلا واحد ولا واحدة مسلمة قاعدين يعزموا على الشيطان علشان يسلم؟ أنا شفت فيديو يعني في منتهى الهلس، أصل الهلس دي كلمة مصري. أوكي؟ اتنين واقفين قدام كهف كده صغير، الظاهر في السعودية ولا حاجة زي كده، والظاهر ان في قطة جوه ولا حاجة، في عينين منورة، فعمال يقول يا سبحان الله ده جن. فيقول له ايه اطلع عليك السلام، ان اسلمت تعيش معانا في القرية وانت بخير، وان لم تسلم نقتلك. طب قولي هتقتله ازاي؟ اوكي؟ ويعني من الواضح انها قطة، نمر، حاجة زي كده، وبعدين يرموا عليه تراب ويقولوا له اسلم. بلى، الكلام ده مش جايبينه من عندهم، ده في التراث الاسلامي. ان اسلم اتركوه. اعتقد انه ابن عمر كان بيقتل الحيات، فاللي لقيه يقتلها. فأعتقد أنه محمد قال له لا ما تقتلهمش، ده جن البيت، يعني ده الجن بتاع البيت، ده ساكن من بتوع البيت، أنت اديله مهلة 3 أيام بقى، إذا أسلم ماشي، إذا ما أسلمش تقتله. يعني أعتقد أن الحديث هنا. طب هيسلم إزاي؟ إزاي؟ المهم خليني أروح لعدة أحاديث بتتكلم عن تعاملات محمد مع الجن والشياطين والكلام ده كله، وأشكال الجن وأشكال الشياطين. البنت هنا مش غلطانة، هي بتسأل جن سفلي، جن علوي، جن بيطير، جن بيقعد، جن يتشكل في صورة إنسان. ده حتى في واحدة قالت له هو الجن بيتكاثر؟ قال لها بيتكاثر. قالت له طب الجن لما بيموت بيتدفن فين؟ قال لها لا بيتبخر. فكرة برضو، مع يعني ما حد شاف الجن بيتدفن؟ لا بيتبخر. أصل يعني وريني الدليل. أوكي؟ خلينا نشوف الحديث ده بيقول لك. طبعا أنا حطلكوا كل ده عشان تشوفوا أن الحديث صحيح. أوكي؟
المحدث الألباني وصحيح الجامع، يقول لك الجن ثلاث أصناف، فصنف ليهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وصنف حيات، وصنف كلاب، وصنف يحلون ويزغنون يزعنون. أوكي، أيا كان أنت عندك إيه، الجن في صنف منهم عنده جنيحة وبيطير، فيمكن ده الجن العلوي. الجن السفلي بقى يمكن الحياة اللي بتدخل تحت الأرض مثلا، وأصناف بقى إيه، يجوا يقعدوا شوية ويمشوا شوية يعني. وده يخليك بقى طبعا في أشكال أخرى لظهورات الجن يعني بنشوفها في أحاديث أخرى، فده يخليك تشوف بقى أن الحياة اللي أنا شفتها دي جن. يعني مثلا صحراء أريزونا مثلا ولا صحراء كاليفورنيا دي مليانة جن بقى، تعابين كتير، بيعملوا إيه هناك؟ صحراء فاضية، الجن بيعمل فيها إيه هناك؟ محدش عارف. الكلاب اللي يقولك الكلب الاسود ده جن ما فيش شك، يعني مش كل كلب جن، لكن الكلب الاسود ده يعني اصل الاسود ده بيحتوي الحراره. الكلام ده موجود في كتب الاحاديث، والكلام ده بيتعلم للبنات والشباب دول اللي انتوا شفتوهم، دول ازهريين معظمهم، اتعلموا الكلام ده وبيعيشوه كل واحد وهو داخل الحمام ويفتح الحنفية، فلازم يسمي عشان ابن الجن الصغير ما يتلسعش، والكلام ده كله عشناه. كل الأحاديث اللي تداولناها وإحنا صغيرين من تعمل إيه علشان تتلاشى إن الجن يمسكك ولا يلبسك ولا يأذيك. الأحاديث دي اللي احنا بنشوفها النهاردة دي أحاديث كلها صحيحة، والأحاديث بتوري لك أشكال التعامل مع هذه الأرواح الشريرة وإزاي بتظهر والكلام ده كله. لكن السؤال، مين اللي ألزم من منظور الإسلام أن يكون لكل إنسان شيطان؟ قرار مين ده؟ محمد؟ ده قرار إله، إنه يأمر إن الخليقة كلها يكون لكل واحد شيطانه. يعني هو الإنسان ناقص مشاكل أصلا؟ يعني إحنا بطبيعتنا الكتاب بيقول إنه الجميع زوى وفسدوا، كلكم إلا اللي يعيش مع روح الله ويقبل يسوع المسيح ويقبل التغيير الحقيقي. عارفين ليه بيحصل ده؟ معلش أنا بس هاخد حودة شمال كده. عارفين ده بيحصل ليه؟ عارفين إمكانية التغيير بالحياة مع يسوع المسيح ليه؟ لأن الإنسان اللي بيعيش مع المسيح بينسى نفسه، ونفسه بتموت، ويحيا المسيح، لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا، فكل حاجة تبقى سهلة. مش سهلة قوي كده يعني، لكن كل حاجة تبقى هينة علينا، زي ما بولس الرسول يقول كل ده أحسبه نفاية. ليه؟ لأنه عايش من أجل المسيح، بتسهل الأمور. لكن للأسف أنه الحياة المسلم عايشين في وسط خرافات وأمور تعقد الحياة، وما يبقاش المسلم عارف يتلفت منين ولا لفين. يعني مش كفاية أخطائي أنا، لا كمان الشيطان اللي محطوط عليا ده بيخليني أخطئ كمان، مش كده؟ خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده. ده الحقيقة حديث خاص عن محمد، بيقول كده انه كان تعبان يومين ولا ثلاثة، اقول لكم فحوى الحديث، وجت ست فقالت له يا محمد اني لأرجو ان يكون شيطانك قد ترك، لان انا مش شايفاه لاني لم اره منذ ليلتين او ثلاثه. اوكي، ده ملخص الحديث. اوكي، فنقطتي المهمه من هذا الحديث انه الناس اللي حوالين محمد كانوا بيشوفوا الشياطين حواليه،
ودي مش أو ده مش أول حديث، لا بالعكس ده يعني عيشة كانت بتسمع صلصلة الجرز مثلا. الراجل اللي راح معاه وشاف الشياطين بتركب محمد، الحديث ده بينرفزكو ولكنه حقيقي. قال لك المحمد رسم له خط وقال له ما تخرجش من هذا الخط وإلا هيؤذوك، وفضل الراجل مرعوب طول الليل شايف ان الشياطين بتتنطط على ظهر محمد وأشكالهم مرعبة وكانوا عراة وكلام ده كله، واللي عايز يقرأ الحديث بكل الحاجات اللي فيه تفضله. ويقول لك خرج رسول الله وهو يعني متألم من كتر الضرب. فالحاجات دي كانت معهودة. ايه الرعب ده؟ ايه الرعب ده والاطفال دي بتسمع الكلام ده؟ من يحميكم من كل ده ان كان الاله هو من سببه؟ دي مشكلة كبيرة. خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده. اوكي، الحديث ده هو يعني برضو فحواه انه كانوا بيشوفوا محمد وهو بيجي له الوحي، فكان الامر بيشتد عليه جدا وكان بيسمع صوت مثل صلصلة الجرز، مع انه نشوف احاديث تانية هتشوف فيها انه الجرس ده كان شيء غير مقبول. فكان محمد بيكره صلصلة الجرس، فكان لما أما يكونوا النوق ماشيين يقول لهم اقطعوا الجرس من رقبة النوق ولا البقر ولا أين كانوا الحيوانات اللي ماشية، وكان بيحرم ان الجرس يكون في البيوت، يقول لك الجرس من الشيطان. وبعدين الحديث ده متكرر بأشكال كثيرة جدا، أدي واحد منهم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرز، ولكن محمد كان شيطانه بيسمع له صوت جرز. وعندما يأتي الوحي، الوحي اللي هو المفروض الإلهام الإلهي، كان يأتي مع صلصلة الجرز. وبعدين يقول لك إنه الملائكة لا توجد في بيت فيه جرز، يعني الملاك جه ازاي وداله الوحي بقى؟ حد يقول لي. الملاك نفسه جايب صلصلة جرز، يبقى مين اللي كان بيدي الوحي ومين اللي كان بيعطي محمد هذه الكلمات الفارغة؟ زوجته وأقرب الناس إليه كانت بتسمع صوت الجرز بشكل مستمر. القرين من الأمور اللي تكلمنا عنها كثيرا وإحنا صغيرين، أنا بصراحة ما كنتش فاهمة إيه موضوع القرين ده، كنت فاكرة إنه هيطلع من تحت الأرض ويخطفني مرة، ولا كنا بنسمع حاجات زي كده قرينها خطفها كلام يعني، وكنت فاكرة إن القرين ده عايش تحت الأرض. كل خيالاتي عن الحاجات دي كانت خيالات مرعبة جدا. يعني طبعا انتوا شايفين ان الخلفية اللي احنا حاطينها فيها مقابر واشباح وحاجات زي كده، ولكن الواقع انه دي في خيالاتنا، دي ما كانتش حاجة محتاجة ان انا اشوف فيلم رعب عشان اشوفها، لا احنا كنا شايفين ده anyway. والكتير مننا شافوا ارواح شريرة، انا ما شفتش ارواح شريرة، لكن يعني كتير من الناس اللي أنا عشت معاهم شافوا أرواح شرير، لأن ده المجال المفتوح ليهم، ده ملعب الشياطين، أرض المسلمين ملعب للشياطين، لأن القلب مفتوح للفكرة وإنت بتتبع هذا الإله. فالقرين كان بالنسبة لي شيء مرعب جدا. فكون الأطفال يبقوا واقفين بيسألوا عن يعني إيه القرين ده، ايه وده جن سفلي ولا جن علوي، وهي عارفه انه قاعد جنبها، ده شيء مرعب قوي يعني بصراحه.
بس انا عايزاك تركز بقى في اللي هيقوله الشيخ الخميسي هنا عن عمل القرين. واحد بيسأله هو القرين ده مثلا ممكن يجبرني على اني اعمل ايه، يسبب لي خسارة مادية، كلام من ده. شوف رد الشيخ الخميسي القاطع عن حقيقة عمل القرين. تفضل. هل يمكن لهذا القرين ان يتسلط على الانسان وان يحجب عنه رزقه او يعطله عن حياته او يتسبب له مشاكل؟ القرين اولا يتفق على امر وهو ان هذا القرين كافر. الله. هذا الاصل ان كل انسان معه قرين كافر من الجن، وهذا الشيطان يزين له الباطل لكن لا يملك له من امره شيئا. فإذا غلب الإنسان قرينه وقرب من الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يضر هذا القرين، لكن إذا ضعف إيمانه ووسوس له هذا القرين واستجاب له نعم يضيعه. هل يمكن لهذا القرين على طول بقى يقول لك كده إذا القرين كافر؟ لازم نعرف أن القرين كافر. لماذا يعني؟ طب مين اللي بياخد القرين المسلم؟ مين اللي بياخد القرين الطيب مثلا؟ ليه ما ينفعش انه يكون اللي محطوط علشان خاطر يمشي مع الانسان المسلم ولا الانسانة المسلمة اللي ممكن تكون طيبة جدا وبتحاول تعمل كل حاجة في حياتها علشان ترضي ربنا وتعمل اللي هو عايزها تعمله، لكن في الاخر هذا الاله هو من يغويها مش القرين. لو كان ده حقيقي إذن أنا يعني لو أنا هتكلم عن زميل ليا في الشغل أو زميلة ليا في الشغل، أقول له أنا هجيب لك حد يساعدك بقى بصراحة، ده هيمشي معاك خطوة بخطوة، والراجل اللي أنا جايباه يساعده ده بيحطه من يطلعه من مغرز يحطه في مغرز. ليه؟ بنجربه عشان هشوف يستحمل ولا لأ. يبقى ده صح، يبقى ده عدل. لو ابوك قال لك انا عايزك تصاحب الولد ده هيساعدك قوي، وتجيب له ولد بيشرب مخدرات يغريه بيها طول النهار، تبقى انت اب كويس ولا اب شرير؟ تبقى اب شرير. بس ويقول لك لو استجاب بعد كل الاغراءات بقى والضغوط ومش عارف ايه يضيعه. نلوم مين؟ نلوم مين؟ أنا ألوه إله الإسلام. ويعني القرين أنا كده عايز أقول اللهم اخزيك يا قرين مش اخزيك يا شيطان. أوكي؟ لازم أننا نرى من الفاعل في القصة. المرة دي مش المرأة، المرة دي إله الإسلام. من كل هذه الحديث المرعبة عن تعامل محمد مع الشياطين، خرافات اتورثناها عبر الأجيال وانتشرت في جميع الأوساط الاجتماعية والثقافية موجودة. أوكي؟ يعني تفتكروا أنيس منصور وكتاب أرواح وأشباح، أنا عارفة أن في أرواح شريرة موجودة، أنا لا أنكر وجود الأرواح الشريرة، بس أنا عارفة إيه كينونة هذه الأرواح الشريرة. هي مجرد أرواح شر فقط موجودة لتشتيت الإنسان، ولكنها ليست ليسوا مرسلين من الله، دي أرواح اختارت الشر فقط. لكن كن بنصدق القصص الغريبة اللي موجودة هناك دي، بنصدق لأن للشيطان حضور وقوة، هو بيحصل كده. لكن الأوساط الاجتماعية المثقفة حتى بقى داخل فيها الست جوزها يروح يتجوز عليها فتروح تقوم تعمل له عمل عشان ترجعه. فاكرين الشيخ مبروك عطية ولا حد، واحدة من البرامج التلفزيونية مش فاكرة اسمها ايه، بس يعني بتقول للست وللشيخ المذيعة وللشيخ بتقول لهم انها عملت عمل للراجل اللي هي بتحبه فطلق مراته، وبعدين المرات اللي اتطلقت دي بقى راحت عملت له عمل فطلقها، فطلق الجديدة اللي دفعت 30,000 جنيه.
علشان تاخد الطلاق. استخدام الأرواح الشريرة بقى جزء من المجتمع، ولكن الإيمان إنها محيطة بينا، من هيعمل عمل، من هيحسد، من هيعمل سحر، والكلام ده كله بقى موجود. مش مثلا في مصر بس، لا دي البلدان الإسلامية كلها. خليني أوريكم فيديو للفنانة شيرين، مطربة مصرية معروفة لها حكايتها وقصتها الخاصة. لكن شيرين مرضت وتعبت كتير في الأيام الأخيرة. لما اتبع قصتها من الأول تعرف هي مرضت ليه، لكن شيرين تعتقد أن الكل سحرها وكل حسدها وكل بيكرهها وكل كل كل. أوكي؟ بس عايز أقول لكم حاجة، اللي هتسمعوه من شيرين ده مش هي لوحدها اللي بتقوله في الأيام الأخيرة. رمضان الماضي طلعوا ستات ورجالة على كل الانترفيوهات اللي كانت موجودة، مش عارف أعدلكوا مين ولا مين، يقول لك ده سحر لي، دي سحرت لي، معمول لي عمل. إيه الخرافات دي؟ إيه اللعب بالشر ده؟ شوف فيديو شيرين، ولو سمحتوا خلوا بالكم من وش أصالة وعمرو أديب. لما قريني بيتعبني بشغله صورة قاف. مين قرينك؟ وفي ناس بيرمي لها في البيت حاجات وكده، ورمين حاجات ولاد الحرام. عشان يعني انا لقيت سرة محطوطة على باب البيت، عارف المفصلة متعلقة فيها. بفتح السرة دي لقيت فيها رملة زي البودرة بيضة وجواها مفتاح. ايوه ده عمل، عمل. لان المفتاح، عارف لو انا لو السرة فيها رملة بس، هي مش رملة، هو بودرة بيضة. كنت قلت ان ده انا برمي في الاركان ملح خشن بكوينز، بس في صورة كده، وارمي في ثلاث اركان والرابع لا، عشان الطاقة الإيجابية ونشيل الطاقة السلبية. طب انا عايز افهم ليه الرابع لا، ليه ما نقفلش الموضوع عشان نبقى كله يعني، يبقى ما ندخلوش من اي كورنر. الطاقة الأربية السلبية والذبذبات والطاقة الإيجابية والكلام ده كله، والقرين، وتقول لك بقول له سورة قاف، مع إنه بقى القرين اللي هي بتتكلم عنه، اللي بتتكلم عنه سورة قاف، بيقول أنا ماليش دعوة، مش أنا يا رب، ده هو اللي شرير. هي مش عارفة حتى معنى الآيات اللي هي بتقراها. أوكي، أنا مش مركزة على شيرين، لكن أنا مركزة على إنه هذا تعليم بعيد كل البعد عن قداسة الله. الله لا يضل إنسان، لكن يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يرجعون. وهدف الشيطان من كل اللي احنا سمعناه ده وعشناه كمسلمين سابقين، أن لا تعرف عدوك الحقيقي. الله بيعلمنا إننا نعرف خطط الشيطان، وإننا نعرف عدو الخير، وبيعلمنا إنه طرقه إزاي ممكن توقعنا في اتجاه الظلمة. وإن الله بيقول لك ابعد عن الظلمة، ما في لا شراكة للظلمة مع النور أبدا. فربنا بيعلمنا اعرف عدوك علشان تعرف الصوت المتكلم ده صوتي ولا صوت العدو، واخدك هنا بعيد عني ولا ده صوتي أنا اللي بيقربك مني. عايز أوريكو آخر فيديو معانا النهاردة، سؤال لطفلة. هو أنا إزاي ممكن أحمي نفسي من الجن والحسد؟ خلق الله سبحانه وتعالى أيضا الحسد، والحسد طاقة سلبية تكون عند الإنسان، وينظر متمنيا زوال النعمة ممن يرى. هو ربنا خلق الكون ده كله، طب هو خلق ليه الدجالين وخلق الجن عشان يؤذونا؟ ربنا يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، لكن هو خلق الخير وخلق الشر علشان يختبرك. لانه لو انه خلق الخير فقط هيختبرك في ايه؟ هو انا ازاي الله غير مجرب بالشرور. في اللي البنت سألته، هو لو يعني ربنا بيجربنا ليه، أو ربنا خلق
الدجالين وخلق الجن علشان يأذونا ليه؟ السؤال ده اتهام لإله الإسلام. الأطفال دول بالروح عارفين إنه الله مش ممكن يكون بهذه القسوة. هل الله يخلق الشر؟ لا، هو لا، الله بيخلق بالخير وبيخلق الشر. في الكتاب المقدس احنا عملنا حلقة عن الله الشر، تقدروا ترجعوا لها، لكن انا هقول لكم بس لمحة ممكن تديكم مدخل لفكرة ايه نوع الشر اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس لما الله يقول انه انا خالق الخير وخالق الشر وكذا وكذا. في المعنى الاصلي للكلمات، اوكي، ايضا نجد انه كلمة الشر نوعين، في شر اخلاقي، و يعني ده مش ممكن ينتج عن الله. الله لم يخلق شيء اسمه شر صرف، لا. وفي شر بقى ينتج عن الكوارث الطبيعية واختيارات مخلوقاته، إلا أحيانا الله يسبب الكوارث الطبيعية لأسباب معينة نعرفها ما نعرفهاش. الكوارث الطبيعية جزء من ما حدث لنا بعد الخطية، بعد السقوط. فأنا النهاردة هركز على موضوع الشيطان. الله لم يخلق شيطان ولكنه اختار ذلك، الشيطان نفسه اختار ده. كما إنك أنت كإنسان لم يخلقك الله عاصي، ولكن أنت اخترت ده، آدم وحواء اختاروا ده. أنا كإنسانة اخترت أني أعصي الله واخترت أني أتوب وأعود ليه، واخترت أني أعرفه وأقبله برضه، مش كده؟ عايزة يعني أرجعكم لفكرة قدمتها ليكم كتير، أن للشيطان قوة، في صراع دائم بين قوة الله وقوة الشيطان. عندما أقول قوة الله وقوة الشيطان، أنا بتكلم كلام كتابي، كتاب يعلمنا أن الشيطان كائن قوي وله سلطان، أوكي؟ لكن الله لم يتركنا بلا حماية. في العهد القديم وفي العهد الجديد الله بيعلمنا أننا إزاي نحمي نفسنا، فيقول لك مثلا لا تلتفلوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم، أنا الرب إلهكم. النفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءها أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها. الله بيقول لك ما تلتقيش بالشر، وخاصة الجان والتوابع والشياطين والكلام ده كله. قرب مني، احفظ كلامي، ارع قلبك، احفظ قلبك، قدم توبة، وهكذا. ازاي احمي نفسي يا بنتي اللي سألتي السؤال ده؟ مش بالمعوذتين اللي هما مش من القرآن اصلا وضحكوا علينا، لان ده كلام الشيطان نفسه، ولكن بسلاح الله الكامل. انا هقرأ لكم من رسالة افسس الكلام عن سلاح الله الكامل لمقاومة الشرير عدو الخير. معونتنا الإلهية إننا أفهم قدرات الله المعطالية كبنته، أستخدمها إزاي، أعيشها إزاي معاه. في رسالة أفسس بيقول كده: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. إيه يا رب سلاحك الكامل؟ أنا عارفة أن الروح القدس جوايا، لكن إيه اللي هيغطيني بقى اللي أنت عايزني أتعلمه؟ فيقولك الأول لازم تعرف، اتعلم أن مصارعاتنا ليست مع لحم ودم. مش أخوك اللي جنبك هو اللي بيضايقك، ولا الخناقة اللي أنت مريت بيها، ولا شغلك اللي وقع منك، ولكن الشرير هو اللي بيضايقك علشان يكسر نفسك فتحس ان انت مش محمي بيا مثلا، او لاسباب كتيره.
بيقول لك احنا مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. من اجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل. اعرف انك ما بتحارب الشيطان، انت تحارب قوة حقيقية، وان لم تكن مغطى بدم يسوع المسيح ليس لك سلطان. اوكي، اسمع ايه هو بقى سلاح الله الكامل. بيقول كده انه ممنطقين احقاقكم بالحق ولابسين درع البر. لما يكون كلامك كله حق وحق كتابي في كل وقت، في كل موسم، في كل تغيير في حياتك، في كل ظرف صعب، كلامك هو حق الله عن يسوع المسيح من اجل يسوع المسيح، وانه قلبك يكون قلب يريد البر، ما تعمله يكون لله مش ليك، ما تقدمه يكون لله مش ليك، تقديس نفسك لله يكون لي لله مش ليك. اوكي، ف وحاذين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. استعداد انجيل السلام ده جزء من حياة المؤمن. لا تستطيع انك تعيش كمؤمن او كمؤمنة النهاردة من غير ما تكون بتوصل رسالة المسيح للي حواليك، بس عشان توصلها لازم تفهمها، ولازم تكون لابسها، لازم تكون عايشها، لازم تكون بتقدم حاجة انت بتعشقها. عندما ترى ان كلمة الله وسلامه يصل لقلوب الناس، دي رسالة أساسية مش فرعية، دي وظيفة أساسية للمؤمن مش فرعية ومش اختيارية، ولكن لازم يكون قلبك مستعد لها. حاملين فوق الكل ترس الإيمان. بالإيمان أنا أعلم أنه عندما يعد الله يفي، عندما يعطي الله يعطي بسخاء، عندما يحمي الله يحمي بالكامل. بالإيمان بيسوع المسيح ترس الإيمان اللي انت بتمشي بيه. فلما تقابلك مصيبة ولما يقابلك شيطان تبقى عارف انه بالإيمان تقول ينتهرك الرب يا شيطان. اللي احنا بيه نقدر نطفئ جميع سهام الشرير الملتهب ده. خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. خوذة الخلاص وسيف الله اللي هو كلمة الله. الخلاص بيسوع المسيح وكلمة الله هي عمود حياتنا، هو مركز حياتنا. وأيضا بالصلاة، صلي في كل حين، كل وقت صالح للصلاة، حتى تكون هناك حماية إلهية حواليك على طول، مش ليك لوحدك ولكن للآخرين اللي حواليك. ده دورك، ده سلاح الله الكامل، دي حمايتك. أنا بصلي للبنت اللي سألت دي بالذات في اسم يسوع إنك في يوم من الأيام تشوفي الحلقة دي وتسألي أنا عايزة إيه، أعرف إيه هو سلاح الله الكامل المعطى ليا، أنا أريد هذه القوة. في اسم يسوع أنا أصلي من أجلك ومن أجل كل المشاهدين. الله يعينكم على هذا الشر ويفتح قلوبكم لمحبة المسيح. إلى اللقاء.